بالنسبة للورقة يعني بيكون تكرار، فأنا راح أمر عليها بشكل سريع. طبعا الخطة الموضوعة وضعتها دولة قطر هي خطة لرؤية قطر في 2030، وركزنا في الخطة على التعليم، الخطة على التعليم الإلكتروني. بالنسبة اللي صار عندنا في دولة قطر، ان احنا البنية التحتية تقريبا الحمد لله بفضل الله البنية التحتية تقريبا متكاملة في دولة قطر، والمدارس بنسبة 98% متصلة بالإنترنت، والبنية التحتية تقريبا جاهزة لاستقبال المشاريع التعليم الإلكتروني. في أشياء ثانية عندنا، المجتمعات المدرسية هي اللي تحتاج نوع من الجهد فيها، اللي هو المعلم والجاب اللي موجود بين المعلم والطالب، وهو اللي محتاج جهد منا أكثر من البنية التحتية. مشاريع التعليم الإلكتروني موجودة حاليا الحين كذا مشروع، هاي هني لخصها في الملامح الرئيسية للمشاريع. في المشروع الأول اللي هو الحقيبة الإلكترونية. الحقيبة الإلكترونية عبارة عن كذا مشروع، اللي هو الـ LMS أو نظم إدارة التعلم، بالإضافة إلى المحتوى الإلكتروني والكتب الإلكترونية. يمكن شوي نظام دولة قطر يختلف عن دول الخليج، إن إحنا مش عندنا كتاب واحد أو منهج واحد معتمد، إحنا عندنا معايير موحدة، والمدارس لأنها أنظمة مدارس مستقلة، فكل مدرسة لها كتابها المعتمد، أو ممكن يكون يعني نقول في بشكل عام أنه يوجد عندنا تقريبا لكل صف أو لكل مادة من 5 إلى 6 كتب للمدرسة تختار منها. فالمعايير هي اللي عندنا موحدة، معايير المواد هي الموحدة. فهني صاير عندنا الكتب الإلكترونية مثلا للماث للصف الأول يوجد 6 أو 7 كتب معتمدة مطابقة للمعايير. في عندنا محتوى إلكتروني وفي عندنا الألمس، فالهدف إن إحنا ننشئ محتوى إلكتروني مطابق للمعايير مش للكتب، هاي هو الهدف الأول. بالإضافة إلى كتب إلكترونية، راح تكون كتب إلكترونية حسب كل مدرسة مستقلة في لها كتب إلكترونية. الحقيبة الإلكترونية مثل ما قلت في كتب مدرسية تجارية معتمدة للمجلس الأعلى للتعليم، في كتب مدرسية قام المجلس الأعلى للتعليم بتأليف. الكتب التجارية اللي هي جاية من بابلشرز دولية، يعني مثل بيرسون مثل هاركوت، الكتب اللي تشتريها المدارس بنفسها، بالإضافة إلى كتب مدرسية في قام المجلس الأعلى بتأليفها، وهي يعني عددها قليل، ممكن تكون للتربية الإسلامية هي المجلس اللي ألفها، الباقي كلها كتب من مصادر خارجية. بالإضافة إلى المحتوى الإلكتروني، المحتوى الإلكتروني الحين احنا عندنا على مرحلتين. المرحلة الأولى راح يكون لجميع المراحل باللغة الإنجليزية، وعلوم لجميع المراحل أو الساينس والماث واللغة الإنجليزية. المحتوى الإلكتروني راح يكون مرحلتين أو بلغتين، اللغة الإنجليزية وبالإضافة إلى اللغة العربية. المرحلة الثانية راح يشمل المواد الثانية، لأن المرحلة الثانية هي الصعبة، لأن فعليا مش موجود أي كونتنت للدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية واللغة العربية بسهولة، بنلقى للماث والإنجليش والساينس لأن في متوفرة، وممكن بس محتاجة عربيزيشن والكلايزيشن، بس المرحلة الثانية هي اللي هي راح تاخذ من عندنا وقت. والحقيقة والمحتوى الإلكتروني تقريبا الحين خلاص نبدأ احنا في على الفصل الجاي، بنبدأ الليرنينج اوبجكتس ان احنا نبدأ في عملها. نظام إدارة التعلم، هاي نظام إدارة التعلم المشروع اللي قبل فترة لما كان الدكتور خالد تكلم، احنا بديناه مع المرحلة الأولى، بديناه مع ICT قطر 37 مدرسة، والمشروع كان ناجح، لكن مشكلته وقفنا في الناحية التربوية، فاضطر المجلس الأعلى للتعليم انه ياخذ هاند اوفر من عند المجلس الأعلى للاتصالات الحين عشان احنا راح نكمله. المشروع محتاج تجديد ومحتاج يعني ادخال المفاهيم التربوية عليه، فالحين بدينا 37 مدرسة، الحين بادين 30 مدرسة الدفعة الأولى من اللي بيمسك المجلس الأعلى للتعليم، على أساس أنه على نهاية السنة الجاية راح تكون كل مدارس دولة قطر موجود فيها نظام إدارة التعلم. الحقيبة الإلكترونية
في أجهزة أيضا وفرناها للمراحل الدنيا اللي هم الكندر جاردن لحد المرحلة الصف الثالث. في أجهزة كلاس ميتس وفرنا الحين للكندر جاردن والمرحلة الروضة أو التمهيدي، باقي الحين ندخل السنة الجاية على الأول والثاني، راح ندخل بالتدريج. بدينا في المرحلة الأولى اللي هو هي عبارة عن، لأن احنا عندنا نظام الكندر جاردن، نظام الخبرات التعليمية أو الكورنرات، فكل 5 أجهزة، كل 5 طلاب عندهم جهاز واحد كلاس ميتس. المشروع الثاني وهي بدينا فعليا الحين بعد في تطبيقه، نظام إدارة المكتبات، وهو عبارة عن ربط جميع المكاتب المدرسية. يعني الحين أنا عندي مكتبة مدرسية في المدرسة ألف، وفي مكتبة مدرسية في المدرسة باء، في مجال للطالب أنه يطلع على المصادر الموجودة في المكتبة الثانية بالإضافة إلى المكتبة المركزية. الحين تم تطبيق المشروع ذي في المكتبة المركزية للمجلس الأعلى للتعليم بالإضافة إلى 21 مدرسة تم تدريبهم وبتطبيق المشروع عليهم، بالإضافة طبعا إلى اشتراكات في المكاتب العالمية. نفس الشيء احنا يعني التحدي الكبير بالنسبة لنا المعلم، فاحنا عندنا مكتب التطوير المهني التابع لهيئة التعليم يتولى عملية تدريب المعلمين اللي هو لضمان الاي سي تي انتجريشن بين المعلم وبين المادة العلمية وبين التعليم الإلكتروني. وفي عندنا التعليم نوعين، فجزء متوليه مكتب التطوير المهني، وفي جزء تم التعاون مع اي سي تي قطر بدورات اونلاين تشمل يعني اللي عدوا مرحله السكيلز الاساسيه اللي ممكن يطورون نفسهم بنفسهم عن طريق الاونلاين. في هو المشروع الاي اسسمنت. الاي اسسمنت هو عباره عن للاختبارات الوطنيه. احنا عندنا في قطر بعد نوعين من الامتحانات، امتحانات اللي هي الامتحانات تقييم المستوى لمرحلة إلى مرحلة ثانية بالإضافة إلى الاختبارات الوطنية. الاختبارات الوطنية اللي هي نقيس فيها مستوى الطلاب بشكل عام. الاختبارات الوطنية مبنية على حسب المعايير، بالإضافة إلى أن الهدف من النظام التقييم التربوي الشامل أنه يكون عندنا بنك للأسئلة يكون على مستويين، مستوى عام ومستوى خاص. المستوى الخاص اللي بيكون خاص بالهيئة التقييم اللي هي تنشئ اختبارات التقييم، أنه يكون لها أسئلة خاصة فيها وأسئلة سرية. متى ما استخدم السؤال لمرة أو مرتين بأحد أقصى 3 مرات راح يتم تصديره إلى البنك العام بحيث يكون متاح للطلاب. من خلال البنك الأسئلة بيتم إعداد اختبارات القصيرة. طبعا راح هذه المشروع لمدة 3 سنوات، احنا في المرحلة الأولى الحين اللي هي بنك الأسئلة. المرحلة الجاية راح تكون لإعداد الاختبارات على ما نوصل إنه يكون عندنا تصحيح الاختبارات وأداء الاختبارات الوطنية أونلاين، لأن المشروع جدا كبير ويتطلب أن احنا نقسم المشروع على كذا مرحلة. في داخل معانا اللي هي شركة مدى أو مدى، مركز مدى اللي تابع المركز لمجلس الأعلى للاتصالات في التكنولوجيا المساعدة، أن احنا عندنا جميع الحالات الخاصة يتم تحويلها مباشرة على مركز مدى للاحتياجات الخاصة، وهي تتكفل يعني هاي شوي مخفف العبء علينا كمجلس أعلى التعليم إن في جهة تتكفل بالاحتياجات الخاصة وتوفير التكنولوجيا لها بحيث إنها تساعدنا. طبعاً في صعوبات، وإحنا بدينا المراحل هذه، بدينا كبايلت، أنهينا مرحلة البايلت وبدينا في التطبيق الفعلي. تهيئة المجتمع المدرسي إنه يستقبل هالمشاريع، مشاريع التعليم الإلكتروني، يعني العملية متعبة وخاصة على المدرس أو المعلم نفسه. الطالب أبدا ما عنده أي مشكلة، الطالب متفوق بمراحل على المعلم، فالمشكلة عندنا في تهيئة المجتمع المدرسي. ونتوقع إن إحنا في المراحل القادمة الحين كمرحلة أولى ما نتوقع إن إحنا نشوف النتائج، حتى لو قسناها على مستوى اختبارات الدولية أو الاختبارات الوطنية ما نتوقع إحنا نشوف خلال سنة أو سنتين، لأن هاي المشاريع يكون يعني بتكون على المدى الطويل نتائجها. هاي بشكل مختصر للي موجودة حين حاليا عندنا، وإذا في أي سؤال. نشكر الأخت أمل من الكويت، مدير مكتب نظم المعلومات على هاي التقديم من قطر. شرفتكم من الكويت يا أستاذ. فما تروح المجال قدامكم للاستفسارات. تفضل.
شكرا أخت الكريمة. بالنسبة أنت ذكرتي أنه في البداية الكتب الإلكترونية اللي تم تطويرها كانت بعض المواد، مش لكل المواد، في مواد يعني موحدة اللي هي مواد التربية الإسلامية لجميع المدارس، وفي المدارس المستقلة أتوقع أنها تختار المنهج المناسب لها وتقوم بتطوير، بس كيف تم تطوير المحتوى الإلكتروني؟ هل لجميع المناهج يعني مثل مادة العلوم في جميع النسخ المستخدمة تم تطويرها أيضا؟ لا، ما هي النقطة اللي أنا قلت لك عنها. إحنا بالنسبة لنا إحنا عندنا إذا أنت تتكلم عن PDFs هاي بسهولة المدرسة بنفسها راح تسويها وراح تضعها على أجهزتها. إحنا نتكلم إن المشروع تبعنا يركز على المعايير مش على الكتب. الحين كل الكتب الموجودة اللي تختارها المدارس لازم تكون مطابقة للمعايير، المعايير اللي هي زي الأهداف لكل مادة. فأنا المحتوى الإلكتروني مطابق للمعايير مش مطابق للكتاب نفسه، فالمجال عندي مفتوح للمدرس، فياخذ الكتاب اللي عنده يشوف شنو المحتوى اللي يبيه بيكون مطابق، يبحث على حسب المعيار، يبحث على حسب التوبكس نفسه، فمش مطابق للكتاب، لا مطابق للمعيار، والمدرس هو المفروض او المعلم هو يكون عنده الوعي انه يعرف شلون يوصل بين المعيار وبين الكتاب نفسه اللي يستخدمه. يعني انتم تعطوا الفرصه للمعلم انه هو يعمل المحتوى الالكتروني؟ المحتوى موجود بس هو بطابقة، هو اللي بيربط بين المحتوى. يعني الحين أنا عندي مثلا المعيار، مثلا خلينا نقول الموضوع عن الدورة الدموية، كل كتاب يشرح الدورة الدموية بطريقة مختلفة تماما، أسلوب المفاهيم يعني إنه أيوة، لكن أنا بوفر محتوى إلكتروني عن الدورة الدموية شلون بينشرح. هاي هو طريقة المدرس نفسه، أنا وفرت له learning objects عن المحتوى أو عن الدورة الدموية. كل كتاب مختلف لكن كل الكتب كلها في الأخير تشرح المفهوم نفس الشيء. أنا فاهم، بس أقصد يعني إن أنتم وفرتوا learning objects المفاهيم معينة. نعم. تخدم أي كتاب يتحقق فيه المعايير. نعم. هذه. نعم. وهذه اللورنج أوبجكت موجودة فعلا يعني موجودة. الحين إحنا في البداية المشروع، الحين قاعدين ننشئها على المعايير هذه. شكرا. الحين في مرحلة إنشاء اللورنج أوبجكت. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للعرض الجيد، الحمد لله يعني نشوف كل تجربة فيها تميز يعني مختلف عن التجربة الأخرى. التجربة هذه يعني واضح فيها اللي هي عملية إنه التغيير كان شامل جذري، يعني ما كان هدف إنه تعليم إلكتروني، كان هدف يعني تطوير شامل للمنظومة كاملة. وجهة نظركم يعني إيش أبرز المعوقات يعني اللي أو أبرز التحديات يعني فيها في هذا المجال؟ هو التعليم الإلكتروني جاء بعد إحنا لأن كان ماشي عندنا نظام وزارة التربية والتعليم، تحول وزارة التربية والتعليم صار المجلس الأعلى. المجلس الأعلى يعتمد على فكرة المدارس المستقلة وفكرة إنشاء كل مدرسة تنشأ كتبها أو تنشأ مناهجها بس تكون مطابقة للمعايير. هاي بالنسبة للمدارس فيها استغلالية ممتازة وفيها أن كل مدرسة فعلا توصل المفاهيم، بس بالنسبة لنا إحنا يعني فيها جهد كبير. يعني الحين حتى لما جينا على الكتب الإلكترونية نفس السؤال، لا لما جينا على الكتب الإلكترونية أنك أنت تجمع، لو أنا بأخذها بشكل أنا مركزي سنترايز من عندي، أنا شلون راح أجمع كل المواد هذه اللي أحطها لطالب؟ شلون بعطي المدرسة شلون أعرف المدرسة الفلانية إيش عندها؟ كل مادة كل مدرسة عندها كتاب مختلف، عندها محتوى إلكتروني مختلف. فإحنا ردينا قلنا لا، إحنا نعطي استغلالية للمدرسة نفسها، نرجع مرة ثانية إحنا نركز على المعايير اللي هي موحدة، فكل مدرسة عندها مجالها مفتوح لكننا نرجع للمعيار. فالفكرة أو الصعوبة أنك أنت تركز على الهدف الأساسي، هدفنا معيار مش منهج مدرسة. فهاي هو اللي متى ما استوعبه الكل استوعب هالفكرة بيكون العمل مريح، لكن إذا إحنا بنعامل إنه مناهج ما راح نخلص وبتكون العملية جدا معقدة. تفضل مهندس جمال. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف شكر أخت أمل على العرض، ولكن حبيت أسأل السؤال هذا بآخر عرض دولة تعرضها دولة، رغم أنه هذا السؤال موجه لكل الدول الأعضاء. الوضع القائم من ذكر أخيات وقع من الكويت أنه النظام الإلكتروني تقليدي، نحن نتكلم على تعليم إلكتروني ولكن في حقيقة الأمر هو تقليدي بالأصل. سؤالي الوضع القائم أنه هناك نصاب للمعلم يومي، وهناك مثلا خطة دراسية، هناك مفتشين على التعليم إلى آخره،
هل صدرت في قطر مثلا تشريعات او قوانين لان المدرس يكون عنده مثلا 4 حصص في الاسبوع مثلا لما يتبنى التعليم الالكتروني، هل هناك تشريعات تغنيه عن التخلص من طريقه التعليم التقليدي ولا لا معتمده يعني رسميا؟ لان جينا نعطي المدرس عبء جديد في ICDL وفي الرخصه ومش عارف ايش ونعلم الطالب والمدرب، لكن القانون العام هو ملتزم بالاخر بمنهج ورقي. هل هناك تشريعات مره اخرى تغني التزام المعلم الالكتروني للمنهج التكنولوجي الجديد؟ في احنا في قطر عندنا نظام الرخص المهنيه، احنا اسمه عندنا سيستم كورلا. كورلا هاي يمنح المدرس او المعلم رخصه مهنيه، والرخص المهنيه عندنا يعني اي معلم ما يمارس مهنة التعليم إلا يكون عنده رخصة مهنية، يكون البداية مستوى مبتدأ متوسط ومحترف. يعني لحد الحين ما حد وصل عندنا المستوى محترف، حتى المتوسط ما وصلوا عندنا. الكورلا هذه عشان تاخذ الرخصة لازم يكون عندك أنت تمارس التعليم الإلكتروني، تمارسه على مستوى معين. فإحنا يقيم، إحنا عندنا في هيئة التقييم هي المسؤولة عن تقييم سواء طلاب أو مدرسين أو مدرسة أو يعني معلمين، وهي المسؤولة هي اللي عندها نظام كورلا أو نظام الرخص المهنية. فجزء من نظام كورلا وهو سيستم، يعني سيستم كمبيوتر المعلم يدخل ويسجل بياناته ويحط الإيفيدنس أنه فعلا استخدم هالأشياء، والأدلة أنه استخدم التعليم الإلكتروني، أنه استخدم أشياء ثانية خاصة اللي هي المؤشرات اللي تساعده، إيش اللي إثباتات اللي عنده، بالإضافة بعد ما يخلص ويسجلها على الكمبيوتر أو على السيستم في هيئة تتأكد من هالأمور هذه كلها. على حسب ذي يوصل إلى مرحلة يعطى الرخصة المهنية، وعلى الرخصة المهنية اللي ياخذها لا زيادة في الراتب، إذا كان مثلا على مستوى مبتدأ لا علاوة 1000 ريال، إذا كان على مستوى متوسط علاوته 2500، إذا كان على مستوى محترف بتكون علاوته أكثر. ففي على كل مستوى على المهنية أو الحرفية اللي أنت فيها كمعلم لك علاوة. فطبعاً لحد الحين ما حد عدى إحنا المستوى المتوسط، لأن من كثر ما هو النظام فعلاً صار نظام كور، لأن أنا أعطيك كرخصة في ناس أنهوها يمكن بس يعدون على الأصابع، لكن كعدد كبير، لأن مثل ما قلت لك المعلم مشكلة، المعلم متى ما يوصل، لكن في سعي لأن في وراها بعد مردود مادي، فمتى ما كان وراها مردود مادي بيكون فيه سعي. سؤال أختي كويس، هل وضحتي لي أكثر المعلومة؟ مدرس على افتراض أنه أخذ شهادة الكور لهذه، هل الآن هناك تشريعات تجيز له تبني التعلم الإلكتروني ويخلي المنهج التقليدي على جنب ويعتمد رسميا طريقة تعليمه؟ هذا ما قصدت. الحين احنا كافي تشريعات ما في تشريعات، احنا اللي صاير الحين كمرحلة أولى احنا ما أجبرنا ولا مدرسة، لأن احنا عندنا نظام الاستغلالية، ما أجبرنا ولا مدرسة أن تدخلوا في النظام التعليم الإلكتروني. اللي صار إنه مرحلة اختيار عشان نخلي المدرسين يرغبون، احنا حطيناهم استمارة ترشيح. 30 دفعة الأولى اللي بتدخل في نظام التعليم الإلكتروني تقدم استمارة ترشيح. استمارة الترشيح تحط فيها الأكشن بلان تبعها، تحط فيها إيش الأسباب اللي تخليها يعني ليش المدرسة تعتقد نفسها أنها هي مهيئة للدخول في نظام التعليم الإلكتروني. من ضمن الأشياء نتأكد أن فعلا كل المدرسين عندهم السكيلز الأساسية، يعني نطلب منهم نتأكد أن 100% من المدرسين عندهم ICDL. صح ICDL مش هو تعليم إلكتروني، لكنه هو اللي بيعطينا البداية. أنا ما أبي مدرس مثلا عمره مثلا خلينا نقول فوق 60 وما عنده ICDL، هاي صعب التعامل معاه. يعني احنا عندنا في مدرسة اول ما بدينا في مرحلة البايلوت بدينا في 4 مدارس، في مدرسة من المدارس لما جينا قلنا بندخل قالوا لنا احنا حطونا في المرحلة الاختيارية. ليش؟ لان انا عندي 60 مدرس بيدخلون السنة الجاية في مرحلة يعني التقاعد، وانا ما ابي اصرف عليهم فلوس على التدريب. فاحنا عندنا المرحلة الاولى كانت مرحلة اختيارية عشان ما ندخل في التشريعات، لكن في اي مدرسه تدخل بيني وبينها وقع معاها عقد المجلس الاعلى مع المدرسه نفسها، عقد يلزمها كمدرسه انها تطبق التعليم الالكتروني بالطريقه الصحيحه. مش معناته ان التعليم الالكتروني استغني المعلم، لا، المعلم مساعد في تطبيق التعليم الالكتروني. انا هيك احب احيي دوله قطر على تبني استراتيجية أو مسار الاعتماد المهني للمعلمين واللي فيه جزئية المهارات التربوية للتعليم الإلكتروني. أعتقد هذا من
التوصيات إن شاء الله اللي ممكن نبحثها بكرة نستفيد من تجربة قطر في هذا الموضوع. يعني نظام الرخص المهنية أعتقد بالذات نظام الرخص المهنية والشبكة الوطنية يمكن هاي فعلا تجربتين في قطر، وأتوقع أن المكتب التربية العربي عرضهم كذا مرة على الدول الأعضاء، يمكن كلهم فيما يخص، لأن احنا عندنا هيئتين، هيئة التعليم وهيئة التغييم. هيئة التغييم هي المختصة بنظام كورلا، وفعلا أنا بالنسبة لي نظام كورلا اللي هو نظام الرخص المهنية فعلا يؤدي الغرض وفعلا ممكن يرفع من مستوى المعلم، لكن شلون احنا نساعده نرفع من مستوى كمجلس أعلى هني تكمن المشكلة. يعني شلون احنا ندعمه وهو في الأخير راح يعني يخلص انه يحصل على الرخصة، لكن شلون ندربه عشان يحصل على الرخصة، هذه هني شوية التحدي الكبير اللي احنا نواجهه.